أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجانب الأوكراني في مختلف المجالات. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية ونظيره الأوكرانية. لقد تناولت مشاورتنا اليوم سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وأيضا في المجالات التعليمية وغيرها من المجالات، بهدف مزيد من دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. كما حرصت خلال مباحثاتي مع الوزير الأوكراني على مناقشة بطبيعة الحال أحوال الجالية المصرية في أوكرانيا وأوضاع الطلبة المصريين الذين يدرسون هناك، فضلاً عن تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية.